بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قبر میں نور ہی نور پیدا کرنے کی ایک دعا سب مسلمان ضرور پڑھیں۔ سونے سے پہلے یہ دعا کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ مرتے وقت قبر میں نور ہی نور پیدا فرمائے گا اللہ، یہ پڑھیں۔ اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي۔ سونے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔